بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مأموم نيوز للأخبار الرياضية. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، تنتظر المنتخب الوطني الجزائري مباراتين مهمتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 المزعم إقامتها بالكاميرون، وسوف يواجه المنتخب الوطني الجزائري شهر نوفمبر القادم كل من منتخبي زامبيا وبوتسوانا إن شاء الله. وقد برمجت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد زامبيا يوم الخميس 14 نوفمبر القادم على الساعة 8 مساء، وبنسبة كبيرة سوف تقام المباراة على أرضية ميدان مصطفى تشاكر بالبليدة. وتأتي برمجة المباراة تبعا لمراسلة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي طالبت كل الاتحاديات بترصيب تواريخ وتوقيت المباريات الدولية. ومن جهة أخرى سوف يتنقل زملاء اللاعب رياض محرز إلى بوتسوانا من أجل خوض المباراة الثانية ضمن التصفيات، والتي سوف تقام يوم الاثنين 18 نوفمبر على الساعة 9 مساء بتوقيت بوتسوانا والثامنة بتوقيت الجزائر إن شاء الله. أذكركم أن مجموعة المنتخب الوطني الجزائري تضم كل من زامبيا، بوتسوانا وزيمبابوي، وبطبيعة الحال سوف يتأهل منتخبان الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021. إذن نتمنى كل التوفيق للناخب الوطني جمال بلماضي وللمنتخب الوطني الجزائري، نتمنى الفوز إن شاء الله من أجل تصدر المجموعة مبكرا، ولكي يواصل المنتخب الوطني الجزائري رحلة الدفاع عن لقبه القاري إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.